هنروح مع حضرات كل تفاصيل أهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة، وهنبتديها من الأهرام اللي قالت أن الفريق هيدخل معسكر مغلق النهاردة استعدادا لمواجهة أنفي ضمن فعاليات مسابقة الدوري الممتاز. وبرغم ضيق الوقت فإن الجهاز الفني بيسعى لتجهيز اللعيبة بالصورة اللي تخليه قادر أن هو يتجاوز المرحلة الصعبة اللي بيمر بها الفريق، وفي حالة من الارتياح الشديد جوه النادي الأهلي بعد الفوز الكبير على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. وده مش بسبب النتيجة الكبيرة بس، لكن السبب الرئيسي خروج المباراة من غير أي إصابات، بالإضافة لرجوع رامي ربيعة للمشاركة بعد سنة كاملة من الغياب، وكمان حسام عاشور، وكمان مشاركة محمود وحيد الظهير الأيسر للمرة الأولى بعد ما انضم للنادي الأهلي في انتقالات يناير.